التحية لك مجددا كابتن احمد شوبير من داخل استاد السويس الجديد، وقبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة الودية الدولية ما بين المنتخبين الشقيقين المصري والسعودي الاولمبي. يسعدنا ان يكون معنا الكابتن احمد الرواعي مساعد مدرب منتخب السعودية من ارض الملعب، وقبل المباراة بدقائق قليلة برحب بحضرتك على ام سبورت وبرحب بيك في بلدك الثاني مصر. عايز اعرف اخر استعداد المنتخب السعودي للمباراة الودية الهامة امام المنتخب المصري. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم، وما قصر سواء الشعب المصري والجمهور المصري. ما في شك ان المباراة الودية مع منتخب مصر استكمالا للمراحل السابقة قبل تصفيات كأس آسيا، وبعد ما تأهلنا لنهائيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو كانت المباراتين مع منتخب مصر ضمن المراحل الإعداد لهذا المنتخب. يعني بالتاكيد انت شايف اي ابرز مناطق القوه والضعف في المنتخب المصري؟ اكيد درست المنتخب المصري لانه هتلعبوا مصر ماتشين النهارده يوم الثلاثاء الجاي على استاد بيترو سبورت. والله بغض النظر عن مناطق القوه والضعف، احنا سبق ان لعبنا مع المنتخب المصري في بدايه الاعداد للتصفيات الاسيويه الاوليه، هو ما في شك ان المنتخب المصري طبعا معروف، سواء درسته او ما درسته المنتخب المصري منتخب كبير، بالعكس احنا جايين نستفيد من المباراتين هذه. شايف ان المنتخب السعودي قادر انه يفوز ببطوله امم اسيا اللي جايه ثم يتاهل الى اولمبياد بكين؟ والله بغض النظر فوز او مش فوز، ولكن احنا طموحنا التاهل لاولمبياد طوكيو، طبعا حاطين هذا الهدف امامنا من بدايه المراحل، وان شاء الله بجهود الجميع الجهاز الفني واللعيب والجهاز الاداري ما يوفر الاتحاد السعودي للمنتخب هذا ان شاء الله قادر باذن الله. اشكرك كابتن احمد وبالتوفيق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، مشكورين. اعزائي مشاهدينا سبورت في كل مكان، اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الرواعي مساعد مدرب منتخب السعوديه من ارض ملعب استاد السويس الجديد. العوده ليك كابتن احمد شوبير، تفضل.